مفيش مكان يا استاذ. ما كلنا نساعد بعض. يا سيدي الاسانسير هيقع بينا ونموت. ما انا هموت معاك وانت هتموت لوحديكم. طب لو تسمح بقى من فضلك. طب ما هو مفيش حاجه يعني. انت رايح فين؟ مش هتوصلنا بسكتك؟ العربيه تعبانه ما تستحملش غير نفر واحد. تعبانه؟ والله ما حد تعبان غيرك يا اخي. يلا يا عز. لا انا طالعة تاني. ليه؟ معلش بعدين هقول لك. دورت عليك في الشارع كله. حلو قوي البروزه دي، شيك. فكرك كده؟ طبعا. لعلمك بقى انا افهم قوي في لبس الستات. يا فندم من فضلك البروزه اللي في الفاترينا اللي بيتي المشجره؟ ايوه. اتفضلي. ده قماش ايه ده؟ حرير طبيعي يا فندم. حرير طبيعي. بكام؟ ب 22 جنيه. ياه مش معقول. العكس ده رخيصه قوي. طبعا رخيصه، كفايه ذوقها. طب ادفع انت بقى تمنها. انا؟ طبعا ادفع تمنها. قوي قوي، ده انا حتى لسه قابض النهارده. هناخدها. كيس. هي راحت فين؟ خرجت يا فندم. خرجت؟ ايوه. دي تنفع رجالي؟ لا لا. حاضر حاضر. تعجب. الو. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيب. ايه يا اسطى دي؟ انا جوز امك يا بنت. اللي اتجوز امك يبقى ايه؟ يبقى عمي. طب ما بتقوليليش عمي ليه؟ انا نفسي اقول لك يا بابا مش يا عمي، بس انت بتعمل بمقام الكلمه دي. اعمل ايه يعني؟ مثلا يعني ما تقولش النهارده هاتي المهي. انتبه يا بطي ايدك. شوف اديك رجعت لكلامك. امال عايزه تعيشي في البيت ده سفلاه واكله شاربه نايمه على حسابي؟ كنت دي التكاية اللي سابها لك ابوكي من غير تلبيخ. انا داخله اجيبك 10 جنيه. مش كفايه؟ لا كفايه. وحل عني بقى، انا عايزه الكيس الشهر ده. هو انتوا كل اول شهر النهارده؟ ما تستهدوا بالله، خلونا نتغدى. مش هتدوق الزاده الا لما تقبضني المهيه كلها. مش واكله يا عزه. عزه مبسوط يا اخويا؟ طب عليا النعمه ما انا خارج النهارده، اما اشوف هتخرجي تاكلي ولا لا. مش هخرج ومحدش فاهم ده، وانا هنام بقى للصبح. هكسر الباب. ايه ده بقى يا محمود؟ مش وقته. فين الازازه؟ على طول. الله يخرب بيتي بنت. يا خرابي. يا صباح الفل. حضرتك عاوز ايه تاني؟ لا انا عايز تمن البلوزه. وانا خدتها. خلاص اقدمها لك هدايا. بمناسبه ايه؟ سمو عجب. وحضرتك عايز ايه يا سمو عجب؟ انا انت متجوز؟
لا. خاطب؟ لا. مطلق ولا أرمل؟ لا. تتجوزني؟ نعم. نعمين ومع السلامة، وإياك تمشي خطوة واحدة ورايا. طب هدي نفسك كده ونتفاهم. نتفاهم على إيه؟ هو الجواز كده بالهبول ليه؟ أبدا، أنا شفت إن كريم وشاه لما دفعت لي تمن البلوز يعني عجبتني. شاكرين أوي. طب اتفضلي نقعد في حتة ونتفاهم. اتفضل. إيدك. شاكرين. أنت ماهيتك كام؟ ولزومه إيه السؤال ده؟ مش لازم أعرف عنك كل حاجة؟ أمال هتتقدم لي إزاي؟ أنا محاسب في الشركة، بقبض 45 جنيه. ليه؟ أنت في الدرجة الكام؟ في الرابعة. تبقى بتقبض 48 جنيه و16 قرش و4 مليم. انت هتسمسر في المهية من دلوقتي ولا ايه؟ غريبة، عرفت ازاي؟ انا بشتغل في الحسابات وكل شهر بكتب كشوف المهيات. المهم عليك التزامات، سلف، اقساط. عليا سلف، علشان كده بيخصموا المهية 3 جنيه كل شهر. بساعد اهلك بحاجة؟ ابوي وامي تعيش انتي، وليه اخ مهاجر في استراليا. خلصت الجيش؟ من زمان. ولعلمك بقى انا اشتركت في النكسه، وقبل اكتوبر صرحوني. الحمد لله، والا كنت عملت لنا نكسه تاني. المهم ساكن لوحدك؟ ايوه في الظاهر 18 شارع المدينه جنبي بتاع القصب. شقتك كام اوضه؟ اوضتين بس. ممكن بقى تبطلي اسئله وتديني فرصه اسالك انا؟ انت عندك ورث ولا ايراد خارجي؟ لا. يبقى مفيش داعي تتقدم، هرفضك. عشان ايه؟ عشان فقير. انا عاوزه واحد مستريح. ريحتيني. انا برضو ما بفكرش في الجواز. جواز يا شيخه، خلينا اصحاب. اصحاب يعني ايه؟ نتقابل، نحب بعض، نحل مشاكل بعض. ايدك. خلاص شلت ايدك. تحت الضحنه باين. افندم، نص الحساب كام؟ نعم. لا اصلها بتهزر. انا بتكلم جد، نص الحساب كام؟ 18 قرش. خد، خلي الباقي علشانك. باي باي. ما بحاول لك على حاجه. طب مش اوعى، خليك مطرحك. دي مجنونه باي. اهلا ست عزه، تاخرت كده ليه؟ وحياتك ما تحاولش تعكنن عليا، انا راجع روحي في مناخيري. انت هتوشيني يا بت، انا صبرت عليك امبارح لكن النهارده لا. قلت لك مش هدفع ولا مليم، لازم احوش قرش عشان اعرف اتجوز. ارسان اليومين دول فقرانين وعجمانين. ارسان؟ ارسان ايه يا بت؟ في ايه تاني بتزعق ليه؟ البت بينها مولفه على واد بيضحك عليها وياخد فلوسها. يا نهار اسود. صحيح الكلام ده يا عزه؟ انت حاسه ده ايه كمان؟ هو مخلي لي حاجه ومستعجل على الجواز ليه؟ ده حتى جوازي يخلي جسمك يفشل زي امك. عن اذنك عشان عايز اغير هدومي. طب ما تقلقي، هو انا غريب؟ ايوه غريب. ده انا هدوم بك يا بت. سيبها دلوقتي يا محمود. البت دي هتجنني. فين الازاز؟ تعال يا اخويا. مفيش واحد عليه القيمة يجي يخلصني من البيت الزفت ده. تجميلة فقرك يا مدحت الزفت. الشركه بتاعته اهي. خدي كلميه. كل العرسان اليومين دول على قد حاله، ما تحلميش، هو ده اللي يخلصك من الهم اللي انت فيه. بس مدحت ده شكله مش بتاع جواز ابدا. هو في راجل بتاع جواز؟ احنا اللي بنتجوزهم. ها ردت؟ طب كلميه. الو، ايوه شركه الاسمنت. من فضلك ممكن اكلم الاستاذ مدحت؟ مدحت مين يا فندم؟ هو اسمه مدحت ايه؟ مش عرفني، مش انت اللي قابلتيه؟ الو، مدحت المحاسب. محاسب عندكم؟ اه حاضر، لحظة واحدة. الو مين؟ استاذ مدحت؟ حذر فذر، انا مين؟ يطلع من الخط يا مكاوي. ازيك يا نفيسة؟ نفيسة؟ أنا مش نفيسة.
لا مؤاخذه، اصل الواد مكاوي بوظ الخط. ازيك يا فيكتوريا؟ كل دول تعرفهم؟ يخرب بيتك يا منيل. تبقى انت عزه. لا مؤاخذه، اصل كل دول تبع الشغل. الشغل عندنا هنا كله ستات. لكن ايه، وحياتك ما بعبرش ولا واحده فيهم. اسر الكلام، انا عاوزه اقابلك. اهلا 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 وسهلا. انا تحت امرك، انا عازمك على الغداء. لا 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 لا، لازم نتغدى سوا. باي باي، مع السلامه. الجواز كله بيقع في الشبكه. بكره اطلع لك بنت زي القرش، تاكل الشبكه وتاكلك. وانا عبيط زيكم. بقول لك ايه، البنت دي غوى في الخراب، الواحد لازم يسجدها بالفخفخه. تميح. بقول لك يا يوسف عباس، تعالى ب 10 جنيه. ابن عمي لسه دافع 20 جنيه في عيال وادي الجمعه اللي فاتت. ضيع في الجواز، يعني من اصحاب الندالة. جاكيتاتك مبقعه دايما من حته دي. لا بتبقى عارف، عايز اقول لك على حاجه. الله يبارك فيك، انا هفهمك، يبقى لك 20. امتى بقى ربنا يتوب عليا يا ابن قلانا من الشركه دي؟ خدمه تانيه يا فندم؟ لا متشكر.